الحق نقوم نرنم لك لينا حق نشهد عنك ومين أحق منك نقوم نرنم له صباحكم جميعا. قبل كل شيء نبلش صلاتنا بشكر لربنا يسوع المسيح على النعمة اللي حطتها فينا كلنا كل واحد منا فرد منا بهالعائلة المقدسة المباركة اللي وهبنا انه جمعنا كلنا مع بعضنا. هيدي نعمة من السماء ومن عنده لربنا يسوع المسيح. نشكره على هالنعمة هيدي، نشكره على نعمة الكلمة اللي معيشة فينا وابتهاجنا بهالكلمة هيدي. كل واحد منا أكيد أنا واثق إنه مبتهج بالكلمة بأكبر فرح ممكن بقلبه، يمكن هيك وعطيه للنعمة للرب. يا رب بنشكرك على هالنعمة، على النور اللي عطينا إياه كمان إنه نبتهج فيك، نبتهج بكلمتك. ويا رب أعطينا نعمة نزرع كلمتك بقلبنا ونكرز فيها ونبشر فيها وين ما نروح وين ما نجي. يا رب اليوم بدي احكي عن انجيل يوحنا، وهيك بنكون تقريبا شفنا تقريبا كل شخصيات العهد الجديد، لانه اكثر شيء العهد الجديد مركز على الاناجيل الاربعه واكيد بولس. يوحنا
كان له مكان خصوصي عند ربنا يسوع المسيح، هيدي واضحة. وكمان كان اسمه يوحنا الحبيب باعتراف بطرس، باعتراف كل التلاميذ، وهو يوحنا كان عارف هالشي، لأن كان يقول دائما التلميذ الذي كان يسوع يحبه. ويسوع خصصه بهالمحبة، وكمان ما كان يخبيه عن التلاميذ، كان يعرف انه كانوا يعرفوا الرسل كلهم انه يوحنا له مكان خصوصي عند ربنا يسوع المسيح، لان كان قلبه كله محبة خالصة، يعني اذا فينا نقول مثل الذهب 24 قيراط لربنا يسوع المسيح. كتير كان عنده حب قوي، كتير كتير محبة، لحتى كمان باخر الايام هو عايش 100 سنة. كل الرسل عاشوا 75 سنة، راح أحكي هلأ عليها شوي هيدي، لأن مهمة نفهم أول 100 سنة من تاريخ المسيحية يلي هني أكتر شي مهمين. وبعدين المسيحية بلشت تنتشر بنعمة الرب يسوع المسيح. هو عاش 100 سنة، كل الرسل عاشوا 75 سنة أو 70 أو 71 هي شي يعني. قبل ما بلش احكي عن يوحنا، خليني احكي عن التواريخ المهمة بالكنيسة المسيحية. اكيد قبل كل شيء، اول سنة اللي هي مولد ربنا يسوع المسيح، هيدي لان هو ربنا يسوع المسيح هو اللي قسم التاريخ قسمين، لانه هو اله العظمة والمجد. يعني قسم التاريخ، بلش اول ما اجى على الارض، بلشت اول سنه يلي هي ميلاده، ميم ميلاديا يعني بلشت تنحسب. تاني تاريخ بيجي بعد منها سنه 30 ل 33 يلي هي بلش بخدمته، هو بلش بخدمته على خدمته على الارض، وبلش يكرز ويبشر بالخبر السار مثل ما قلت امبارح، يلي هو الانجيل، كلمة يونانية الإنجيل الخبر السار، اللي هي الملكوت السماوي. يعني إجا إلنا إنه أبانا الذي في السماوات، وقد سر أبيكم أن يعطيكم الملكوت. يعني كان كل مهمته يعرفنا على إله السماوات هو بينا، وهيدي كانت تغيظهم كثير للفريسيين ولليهود، لأن ما كانوا يحبوا يقولوا إنه بينا، كانوا يقولوا الله المبارك او الرب القدير او سيد الرب يعني. طيب لكن 33 سنه، من بعد 33 سنه بلشوا من بعد الصلب، ظهر لهم تلاميذهم وقال لهم يلا بلشوا روحوا عند كل الامم وعند كل الناس وبشروا باسم الرب يسوع المسيح، بشروا بالملكوت. بلشوا وقسموا الادوار بين بعضهم، ناس بيروحوا، هن اكثر شيء 3 مناطق بلشوا يروحوا عليها، هي اسيا الصغرى، تعرف اسيا الصغرى هلا بتركيا وسوريا، ما كان بهذيك الايام لا في تركيا ولا سوريا، اسيا الصغرى. بلش قسم منهم يروح على اسيا الصغرى يلي هو من بيناتهم يوحنا اللي بنحكي عنه اليوم. بعدين قسم تاني راح صوب مصر يلي هو مرقس، راح صوب مصر وافريقيا، مصر تونس وليبيا. وبعدين قسم تاني راح صوب الهند وصوب الدول العربية، الصحراء العربية كان اسمها وهالشي. طيب هلا بلشوا اول انجيل كتب مرقس سنة 50 ميلاديا، يعني هذا تاني تالت تاريخ، لكن قلنا أول سنة ميلادية 33 بعد انصلب الرب يسوع. سنة 50 51 كتب أول رسالة عنه، سموه إنجيل مرقس، أول واحد كتبه مرقس. سنة 60 بعد منه 10 سنين لوقا يلي هو طبيب يوناني كتب بأول مقدمة الإنجيل تبعه إني بدي أكون أمين على كل كلمة إجتني، هو ما بيعرفوا للرب يسوع تبشر من عن طريق بولس، بدي أكون أمين، بدي انقل كل المعلومات اللي جبتها واللي سلموني اياها بامانه يلي عايشوا مع الرب، مع الكلمه بيقول هو يعني اللي عايشوا مع الرب يسوع، وراح كون دقيق واتفحص كل كلمه اجتني. يعني كان دقيق، وكان كل كلمه بياخدوها على محمل الجد بس تكون مذكوره بالانجيل لوقا. من بعد لوقا سنه 65، هذا كمان تاريخ مهم، رجع متى الرسول من الحبشي واثيوبيا وهيك شيء، رجع على اورشليم وكتب لليهود انجيله، وصار ثالث يهود، لكن هذا سنه 65. سنه 70 اللي هو سنه محاصره الرومان
لأورشليم ودمروها عن بكرة أبيها، وأهم شيء دمروا الهيكل. ومثل ما قلنا علامة ذكرها الرب يسوع كانت كثير واضحة، إنه ما راح يبقى لا حجر على حجر، وراح ولن ينقض، يعني حتى لو عملتوا أنقاض ما راح تلاقوا شيء عن أثر للهيكل. ليك شو هالنعمة هيدي، كانت سنة 70. تشردوا اليهود بكل العالم، بكل مناطق العالم تشردوا، ما خلوا منطقة إلا ما راحوا عليها، وما بقي شيء تقريبا منهم هون. الرسل ما كانوا موجودين بهالفترة، ولا واحد منهم كان موجود بأورشليم، لأن كان الرب منبههم. بس يبلشوا يصير في علامات مقاومة وهيك شيء، عارفين إنه بدهم يدبكوها مع الرومان اليهود المتعصبين، وبدها تخرب أورشليم، وهيك صار. هلا لكن سنة 70 ما بقي، كمان ماتوا كلهم ال 12 11 رسول، بقي يوحنا الوحيد طيب، كان عم يخدم بسبع كنائس بآسيا الصغرى يلي هي تركيا. وفي وحده منهم كانكم بتلاحظوها الاسمها اللاوديكيه، يلي هي اللاذقيه، يعني لان ما كان في سوريا هذيك الايام، كانت تعتبر كلها شط البحر آسيا الصغرى. كان عنده افسوس، ساردس، اللاذقية أو اللاوديقية وهيك شيء، كان سبع كنايس وكان مسؤول عنهم. صار فيهم نهضة غير طبيعية، وكل سكان هيدي المنطقة اللي هن تقريبا بيطلعوا تقريبا بالملايين، إذا هلأ 100 مليون، يعني بهديك الأيام يمكن كان أكيد شي 10 ملايين أو كان 5 ملايين، تقريبا صاروا 90% كلهم مسيحية، وسبع كنايس كانوا كلها فيها ظاهرة قوية، هودي كلهم أسسهم يوحنا الرسول. بعدين بس اساسهم ام صار في اليهود عملوا عليه ضغط كتير، هيدي بلش هو بنشاطه من اول خدمته، لان هو عايش 100 سنه على الأرض، يعني هو من عمر المسيح عايش 100 سنه على الأرض. صار في نشاط ضده من اليهود، ايه، لحتى صار في شكاوي عليه، وكان معروف عم بيعمل عجائب كتير. طلب وراء القيصر الروماني يجي على روما ويشوفه، كان حابب يشوفه انه شو هالشخصية هذا، شو عم بيعمل هذا، عم بيعمل كنايس، ومين هودي المسيحية، ما كانوا بيعرفوا شيء عنهم، يعني كان اول 20 30 سنة بعد صلب المسيح، يعني او 40 سنة. المهم راح لهونيك، القيصر حكم عليه بالموت، ما كان في هذيك الايام مش رجم، لان اليهود اللي بيرجموا، قال لهم بتحطوه بتغلوا دست كتير كبير، دست يعني وعاء حديد كتير كبير بيستعملوه بالجيش، بتغلوا زيت على أعلى درجة حرارة وبتزتوه فيه، أوكي، يعني هيدي هيك دائما كان الرومان هيك يعملوا، يا يعني يخلوا للواحد يستشهد بالأسودة أو بدست كتير كبير، هيك وعاء حديدي كتير كبير بيغلوا فيه زيت وبيعملوا فيه أكل وهيك شيء. بقى حطوا هون، صار فيه عجيبة كتير كتير كبيرة، إنه تركوه شي 10 دقايق أو ربع ساعة، قوموه افتكروه مات، قام في نضارة على وجهه وقوة بجسده ما كانت موجودة قبل. ايه، بقى قال لهم القيصر، قال لهم يا خيي هيدي، ما هودي ما بعرف شو هن هودي اللي تابعين كانوا فاكرون هن قسم من اليهود هيك. قال له خيي رجعوه واحبسوه بجزيره باتيموس بآسيا الصغرى، في جزيره لتركيا اسمها باتيموس، رجعوه حبسوه فيها هونيك. هيدي كانت صارت تقريبا بحدود سنه 90 ميلاديا، سنه 90 رجعوا لهونيك، وقعد شي سنتين ثلاثة بهالجزيرة، بلش يكتب إنجيله، الإنجيل تبع يوحنا. كتبوا، كان مميز عن باقي الأناجيل، ذكر لأن كان عرف وصلوا له كل الأناجيل اللي انكتبت، لأن هو هوديك كانت قبل سنة 70 كتبوا الأناجيل تبعهم. بعد هو سنة 90 كان وصلوا له كل الأناجيل، كتب الأشياء اللي مش مذكورين بالأناجيل الثانية، كل العجائب، مثلا من عجيبة تحويل الماء لخمر بقانا الجليل، عجائب علي عازر يقوم من الموت، كل الأشياء الجديدة اللي ما بيعرفوها العالم،
كتب بإنجيله، وأكيد بإنجيل يلي كان شهر كله فيه وكل العالم بس تقرأ بتحس إنه المحبة هو العنوان الرئيسي فيه، يعني إنجيل المحبة هيدا، لأن كان راح عربون وفى لمحبة الرب يسوع للبشر. قد ما الرب يسوع كان بيحب البشر كتب إنجيله يوحنا كله محبة لعربون هالشي هيدا. هلا كتب شو اسمه الانجيل سنة ال95، هو بالجزيرة ظهر له الرب يسوع وعطاه نعمة انه يزور السماء بالرؤيا، طلعوا على السماء وفرجيه شو راح يصير باخر الايام، كيف راح تكون حياتنا بالملكوت، وعطاه ميزة كتير عظيمة انه يقدر يكتب شو 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 شاف، مع انه الايه كانت صعبه، لان هو الرب يسوع قال ما لم تره حين ولم تخطر على هذا على بال احد، يعني ما لم تره عين ولم تسمع به اذن ولم يخطر على بال احد. هو قد ما كان ربنا اعطاه نعمه وصف لنا السماء بطريقه كثير حلوه والمعارك اللي بتصير فيها واخر الايام وهيك شيء، والمسيح امره قال له اكتب، وسيتبارك كل من يسمع هالرؤية هذه وكل من يقراها. كتبها وخلصها تقريبا، خلصها سنة 100، كان صار عمره 100 وتوفى وطلع على السماء وكان عمره 100 سنة، وعمل 3 رسائل قبل ما يطلع، يعني هو عمل 3 رسائل وإنجيل يوحنا والرؤيا. يلا إن شاء الله يا رب هالنعمة بتكون موجودة كل واحد منا، هيك نعمة المسيح بمحبته بقدرته بكلمته تكون منورة بقلوبنا، ويبتهج الرب فينا بحياتنا قد ما نحن الرب هيك عطينا نعمة دائما نشكر عليها، هي نعمة الفرح، السلام، الطمأنينة، تسديد احتياجاتنا على آخر شيء بهالعالم المضطرب اللي عم نشوفه حوالينا. والله يبارككم كلكم. نحن وفرحانين كل شخص سلم قلبه للرب، السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب. تأكد انك انت اليوم انكتب اسمك بسفر الحياة. تعوا مع بعضنا نوقف بفرح، بفرح بكل شخص رجع لعند الرب. وانت اذا رجعت اليوم لعند الرب قول للعالم انا دايس على عسلك يا عالم، انا بإلهي شبع. دايس على عسلك يا عالم، انا بإلهي شبع. عمر ما ترنوي العطشان. دايس على عسلك يا عالم، أنا بإلهي شبعان. مرة المي اللي بتعطيها عمر ما ترنوي العطشان. مهما تحاول تدريني أو من مجدك تعطيني، مهما تحاول تدريني أنا يسوع مكفيني، قلبي بحبه مليان. دايس على عسلك يا عالم، أنا بإلهي شبعان. مرة المي اللي بتعطيها عمر ما تروي العطشان. مش راح اقبلها لو كانت على عرشك، راح بتملكني زمان. لا فلوسك ولا ذهبك ولا حتى كنوز الدنيا كمان. مش راح اقبلها لو كانت على عرشك، راح بتملكني زمان.
اذا فكرك اسجد قدامك انت غلطان مهما تتزين بعيوني بتبقى عريان واذا فكرك اسجد قدامك انت غلطان ولعلمك انا ما بسجد انا ولا ركبي بتركع مهما كان انا قلبي غتنى يوم اللي انحنى قدام اللي بيمن الاكوان ولعلمك انا ما بسجد انا ولا ركبي بتركع مهما كان انا قلبي غتنى يوم اللي انحنى